كرم وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى المعلمين المتميزين الحائزين على جائزة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم كالد لعام 2015. وعلى هامش الحفل أعرب العيسى عن فخره واعتزازه بجهود العمل التطوعية. في موسمها الثاني على التوالي أقامت الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم كالد حفلها السنوي لتكريم المعلمين المتميزين لمدارس صعوبات التعلم لعام 2015 وسط عروض فنية متنوعة للطلبة والطالبات من ذوي صعوبات التعلم. في مثل هذا اليوم من العام الماضي كنت أحدثكم كيف كانت هذه الجائزة حلما اجتهدنا لتحقيقه حتى تحول إلى واقع نعيشه ونفتخر به، لكن يجب علينا أن لا نتوقف عند هذه المحطة، فقد أصبحت مسؤوليتنا الآن هي تطوير هذه الحقيقة والعمل على استمرارها لتكون خدمة مستدامة لمجتمعنا وحافزاً لمعلمينا على تطوير ذواتهم ومتابعة المستجدات التربوية. وبدوره قام وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى بتسليم الجوائز والدروع التذكارية للمعلمين معربا عن فخره واعتزازه بالجهود التي تقوم بها الجمعية الكويتية من عمل تطوعي من أجل تنمية وتعزيز الكوادر التربوية. أنا الآن لما أشوف القطاع الخاص أو القطاع التطوعي شنو كمية الاهتمام اللي يبذلونه لتعليم سواء لتعليم أولادنا أو لتعليم المدرسين تطاع دورات المدرسين، فالحقيقة مفخرة وأنا أهنيكم على هذا الإنجاز. يذكر أن الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم كالد تأسست عام 2007 وهي جمعية نفع عام تعنى بذوي صعوبات التعلم واضطرابات تشتت الانتباه وفرط النشاط وخاصة طلبة المدارس الخاصة من خلال برامج توعوية تشمل دورات تدريبية وأنشطة متنوعة.